كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ناسخ لما قبله من الأديان. كل الأديان باطلة ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فدين اليهود باطل ودين النصارى باطل غير مقبول عند الله، لقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يتعبون في عباداتهم التي ابتدعوا بها التي ابتدعوها، يتعبون تعبا عظيما وينصبون نصبا عظيما، وكل هذا هباء لا ينفعهم بشيء، لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لو ربحوا في الدنيا ما ربحوا في الآخرة، لأن أديانهم باطلة. فالذين يدعون الآن من النصارى أنهم منتسبون إلى المسيح عيسى بن مريم هم كاذبون، والمسيح بريء منهم،